إذا غضبت ماذا تفعل؟ النبي كان إذا غضب أعرض وأشح، أعرض وأشح، كأنه لم يرى ما يغضبه، يتغافل عما لا يشتهي، حتى لا يغضب فيعاقب وهو غضبان، لأنك لو عاقبت وأنت غضبان تتجاوز العقوبة إلى حد الظلم فتظلم الإنسان. يريدك أن تكون متزنا، حتى عندما تريد أن تعاقب من أغضبك فيقول لك إياك أن تتفاعل مع الغضب، أكظم الغضب أولا، كن حليما، تغافل عما لا تشتهي، ثم بعد ذلك عندما يزول الغضب تفكر كيف أعالج الموقف. ولذا يقول وإذا غضبت فاسكت، إياك حتى أن تتكلم وأنت غضبان، يخرج منك الفاحش والبذيء من كل اللفظ إذا تكلمت وأنت غضبان. لو فعل ذلك الرجل مع زوجته ما كان هناك طلاق، ولو فعلت المرأة كذلك مع زوجها ما كان هناك طلاق ولا شقاق ولا فراق، وما كان هناك طلاق عند الغضب، ويذهب بعد ذلك إلى دار الإفتاء ويقف أمام الشيخ ويقول كنت لا أقصد كنت غضبان، ويوميا آلاف الحالات بسبب الغضب يطلق ثم يندم، وإن بني عليه بعد ذلك فوات الفرصة أو يعطوه فتوى ضعيفة حتى تستمر الحياة الزوجية على فتوى ضعيفة في فقه المسلمين، والراجح أنه أصلا لا تجوز له زوجته فحرمها بسبب فعله لأنه تصرف على غضبه. إذا تصرفت وأنت غضبان مع رئيسك ربما تتجاوز الحد، فيضطر رئيسك أن يرفدك وتترك العمل وتصير عاطل. وإذا غضب الرئيس على مرؤوسه وتصرف وتكلم وعاقب وغضبان ربما يتجاوز فيظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك إياك أن تتكلم أو تتصرف وأنت غضبان. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للقاضي لا يقضي القاضي وهو غضبان. وأنت في كل أحوال حياتك تتعرض أن تكون قاضيا، تختار بين شيئين، فإياك أن تختار بين شيئين وأنت غضبان وأنت غير متزن، وربما غضبك يجعلك لا ترى الحق فتقع في الباطل. ولذا يقول فإذا غضبت فاسكت، وأقل الفعل الكلام فما بالك تحرك. فإذا سكت بلسانك فمن باب أولى ألا تحرك يدك فتضرب أو قدمك فتسعى لإفساد حياة من أغضبك. إياك إياك، هذا هو الدين القويم في الأخلاق القويمة. ولذا الآية تقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تكظم غيظك ثم بعدما يزول الغيظ إياك أن تفكر كيف تعاقب، لا، فكر كيف تعفو. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لأن ربما تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لك لا تتصرف وأنت غضبان معناه عاقب بعدما يزول الغضب، لا، بعد إذا زال الغضب فكر كيف تعفو، فإذا عفوت فكر كيف تحسن لمن أغضبك. انظر تدرجات الأخلاق الكريمة، لا يوجد دين حث على مثل هذه الأخلاق. الشرائع السابقة غاية ما كانت تحث عليه أن يكظم غيظه وأن يعفو، لكن لم تأمرهم بالإحسان لمن أغضبهم. فجاءت شريعتنا شريعة أعم وأوسع، لأنها تأخذ من فم الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وأنت تحب أن يعاملك الله كذلك، تحب أن يعاملك الله كذلك. إذا غضب عليك بسبب تقصيرك تحب أن ألا يعجل عقوبته فيحلم عليك، ثم تحب بعد ذلك أن ينسى إساءتك فلا يلومك عليها، وتحب بعد ذلك أن يحسن إليك. هكذا أنت تحب أن يعاملك الله، فعامل الخلق كما تحب أن يعاملك الله. فالخلق عيال الله، من أحسن إليهم أحسن إليه، من حلم عليهم حلم عليه، من غفر لهم غفر له.
ولكن من كان مع خلق الله بالمرصاد ويعاقبهم ويعجل في عقوبتهم ويتشفى منهم، الله كذلك يعجل بعقوبته ويتشفى منه، وهكذا. هذا هو ديننا في الأخلاق: السماحة والمسامحة والصبر وحسن الظن بالخلق جميعا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يتجسس على أحوال الناس، وإن كان النبي بنبوته لا يحتاج جاسوس لأن الله يخبره بالوحي، لكن هو يعلم من يقود الناس من بعده. فكان يقول لصحابتي: لا تكلموني عما يقوله الناس خلفي، فإني أحب أن ألقى الناس وليس في قلبي شيء لأحد. ونحن الآن في أزمنة، كل رئيس له جواسيس وعيون في كل مكان حتى ينقل له ما يقال في غيبته، وهذا كله ليس من سنة الحبيب. حاول أن تفرغ قلبك أن يكون هناك شحناء حتى يكون على قلب الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم قلبه ليس فيه شحناء وليس فيه سوء ظن بأحد صلى الله عليه وآله وسلم. كان يعامل الناس على ظاهرهم، حتى أنه يعلمه الله أن هؤلاء منافقون وأنهم يريدون أن يضروا بالمسلمين، ولكنهم يصلون خلف النبي ويخفون نفاقه، فعاملهم معاملة المسلم، حتى أنه من مات منهم كان يصلي عليه، حتى نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات. لكن قبل هذه الآية كان يصلي عليه، وكان يعامل وهو يعلم، أعلمه الله، ولكن يغلب حسن ظنه على علمه. فما بالك وأنت تسيء للناس لمجرد الظن دون العلم، مجرد أن تظن فيه السوء تتخذ منه موقف. النبي يعلم، وبالرغم من ذلك يقدم حسن الظن على علمه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عصمة، وعلمك أنت ليس فيه عصمة، قد تخطئ في علمك وفي ظنك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: حتى تصير حياتك سهلة، لأنك إذا كنت على هذا النهج في حياتك تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك، يقل أعدائك ويقل حاسديك. فإذا قل أعدائك وحاسدوك تيسرت حياتك وأحبك الناس، فإذا أحبك الناس تيسرت أمورك ونمت مطمئنا ليس خائفا من شيء، ولا تقضي جزء كبير من عمرك في المحاكم وأقسام البوليس وفي الشكاوى وغير ذلك كما يحدث عند كثير من الناس. فيبارك لك في عمرك. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحسنة صلى الله عليه وسلم مع الناس كلها ومع النفس ومع الله. فلا بد حتى أن تكون مع نفسك أخلاقك حسنة، فلا ترهق بدنك ولا تكلف نفسك وطاقتك حتى ولو كان عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب المبالغة في العبادة،